زي ما بيقولوا لكل العالم انه على اخبار انه في حكومتين فلسطينيه، مش حكومتين يا عمي، حكومه واحده مشتركه باذن الله. سامع؟ وبعد الصراع هذا حيكون صلح في اقرب وقت. احنا ما بنزل وقت مكان، ما بنزل. هو المعابر حيفتحوا غصب عنهم، وقت مكان حيفتح المعابر وحيفتحوا كل شيء. شريف خلي يتصور. وين شريف؟ الحين بس يطلع على العدو. شريف يا شريف. يلا يلا قاشي. ليش؟ ما نشتغل